بيوتها وشوارعها. نقول صباح الخير يا أحمد. نعم دعاء، صباح الخير. صباح الخير لمجحم، وصباح الخير لكل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. بنصب عليكم من محافظة البلقاء، وبالتحديد من مدينة السلط التي تقع على بعد 30 كيلو متر غرب محافظة العاصمة الحبيبة عمان، وهي رابع أكبر مدينة أردنية، يبلغ عدد سكانها حوالي 140 ألف نسمة، وهي من أقدم المدن الأردنية، تمتاز بأسواقها وشوارعها العريقة وبيوتها التراثية القديمة والمتناثرة على سفوح التلال بتناغم وانسجام، وهي مبنية من الحجر الجيري الأصفر. يوجد في هذه المدينة العديد من المعالم السياحية والأثرية والطبيعية. اليوم إن شاء الله راح يكون لنا عدة إطلالات راح نتعرف من خلالها على متحف السلط التاريخي وبيت أبو جابر، وأيضا راح نتعرف على قلعة السلط الأثرية. بتمنى الكل يتابعنا ويتابع قافلة برنامج يوم جديد من مدينة السلط بإطلالة صباحية مميزة بإذن الله. والآن راح أترككم مع الزميل فايز الزبن في إطلالة صباحية من هذا المنظر الرائع المطل على مدينة السلط، وصباحكم سعيد بإذن الله.